راح يكون عبارة عن رحلة استكشاف لمدينة خورفكان. خورفكان هي مدينة ساحلية جبلية تابعة لإمارة الشارقة. في مسار رحلتنا كانت الانطلاقة من دبي لخورفكان. تبعد خورفكان عن دبي حوالي 29 دقيقة. السلام عليكم. من دولة الإمارات مدينة خورفكان إمارة الشارقة نجد المقصار. Welcome to the UAE. المدينة التاريخية نجد المقصار هي مدينة غادرها سكانها منذ حوالي 100 عام، وتعتبر قلعة نجد المقصار شاهدا لمقاومة أهالي المنطقة للاستعمار البرتغالي في العصور الوسطى. Yep, that's me. You're probably wondering how I ended up in this situation. حادثة الدرون كانت راح تفسد الرحلة، ولكن الحمد لله بالليل خرجت سلامات. على فكرة بالليل هو اسم الدرون. وجهتنا بعد نجد المقصار هي سد الرفيصة، يبعد حوالي 1 كيلومتر عن نجد المقصار. Thank you.
كانش الوقت باش نزورو كامل الاماكن اللي كنا باغيين نشوفوهم في نهار واحد، وكان لازم علينا نرجعو يوم واحد اخر، وبالفعل رجعنا. سلام عليكم مرة واحدة أخرى، كثرت لكم السلام. وصلنا لسحب آريا ودوك نوريكم الفيو مع السانسات مع كلش. في خورفكان، هذا أمفيتياتر على الطراز الروماني الإسلامي.